أنا صراحة شايف فرحة الجمهور، إحنا كنا محتاجين هذه البطولة. مبروك للاعبين، أبطال، رجال بمعنى الكلمة. صحيح بعض فترات المباراة ما قدمنا مستوى جيد، لكن كنا صبورين وكنا نعرف أن المباراة النهائية فيها ضغوطات. لكن لا ننسى أن كثير من اللاعبين ما حققوا بطولات في نادي القادسية، فكان مهم جدا تحقيق هذه البطولة اللي راح تعطينا وترجع القادسية للسكة الصحيحة. هذا مجهود الجميع، مجهود بضاري، شيخ فهد اللي بصراحة وفر كل سبل النجاح. أنا كنت متفاجئ بصراحة بقدر الاحترافية اللي يعمل فيها نادي القادسية، أخوانا الستاف اللي معاه، أيضا في ناس مو موجودين في نادي القادسية تواجدوا معانا، مو أعضاء لكن محبين نادي القادسية، وكان لهم دور كبير في هذا الانتصار وهذه البطولة. أعضاء مجلس إدارة والأجهزة الإدارية، فشكر كبير، والجهاز الطبي، فشكر كبير للجميع، للجميع الصراحة بدون استثناء. هذه هي طريقة مباراة الكوس، هدف واحد كاف. الحين مصرح حق 9 تلفزيونات. هذه هي طريقة مباراة الكوس، بهدف واحد تنتهي المباراة. طبعا هذه مباراة الكؤوس، ودائما كنت اسمع كلمة البطولات او النهائيات تكسب ولا تلعب. صراحة اليوم احنا ما قدمنا الشوط الاول اداء جيد، الشوط الثاني اكثر اللاعبين تحرروا، لكن كنت احس واشعر بضغط اللاعبين، والاهم هو الفوز. هذا الفوز لجميع اللاعبين، وصراحة اهداء خاص لبنواف الجنرال.